شنو تغير اليوم؟ مقترح قانون فريق استقلالي بتوقيع سنديان بتأميم الأسامير كما درنا حنايا كفريق التقدم الاشتراكي في الولايه السابقه ومتمسكين، ولو كنا في الحكومه نبقاو متمسكين، لان هذيك المؤسسه وما غاديش ينسيها لنا شي واحد، غنبقاو تابعينها حتى تفتح. ولكن الفريق الاستقلالي بين رايه، بدل رايه، مقترح قانون قدمتوه اليوم راكم في الحكومه دافعوا عليه. مسألة ديال 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 كيقول كي قبيله بان الحكومه يعني منسجمه كما قال الاستاذ، انا هذا جذور ديال الحكومه. وهبي الدق واكل، ولو امين عام واحد خرج قال الله واش غلط ولا هذا ما كاينش. اليوم عاوتاني كيهضر على الغازوال، حزب التجمع الوطني هو اللي كيهضر عليه. اليوم عاد سمعت شي حد كيهضر عليه. غير شرحوا لنا اليوم هذا الشيء دابا اللي كيدار شنو هو؟ واش فعلا كما قلنا كاينين ثلاثه ديال الحكومات ولا اربعه؟ لان وليت كنحسب كاين التقنوقراط بوحدو والاتحاد الدستوري ولا يحسبوا تا هو مع الاغلبيه تا هو ما فهمتش هذاك كيفاش انتم كل واحد كيسير بوحدو. راه حنا شوف حنا غير بغينا الحكومه بغينا تكون منسجمه، بغينا ملي كيتطرح واحد الموضوع يخرج وزير مسؤول بالحكومه، ماشي نخرج في الجري، يخرج في التصريح ياك عنده ندوه صحفيه ويعطينا التصريح ديالو ويقول هذا الشيء كذوب وتفتح تحقيق.